أسدلت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة الستارة على حملة صحة وسياحة 2019 بدورتها السادسة بتنظيم كرنفال صحي ورياضي الخميس في مركز ناشئة واسط في الشارقة بحضور فريق إدارة التثقيف الصحي إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المشاركة. تختتم إدارة التثقيف الصحي اليوم فعاليات الدورة السادسة من حملتها صحة وسياحة في الشارقة، والتي تهدف من خلالها إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية 5 حصص من الفواكه والخضار خلال الجولات السياحية في المواقع المختلفة. تختتم الفعالية اليوم في مركز ناشئة واسط، وذلك بالتعاون مع الإدارة وكذلك مع الرعاة والشركاء الداعمين للحملة بوجود الفئة اليافعة والناشئة في بعض المسابقات والألعاب الحركية المختلفة. شهدت الحملة التي أقيمت هذا العام تحت شعار 5 في اليوم، واستمرت مدار شهر كامل في عدد من المواقع السياحية والأماكن العامة في إمارة الشارقة. شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل أفراد المجتمع، سواء من خلال حضورهم لفعالياتها أو التفاعل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشراكة مع ناشئة الشارقة لتشجيع المشاركين على تبني أنماط غذائية سليمة، فضلاً عن توعيتهم بأهمية النشاط البدني. طبعاً البرنامج هذا بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي من خلال بعض الورش التوعوية من قبلهم، من قبلنا نحن يوم رياضي عبارة عن محطات رياضية لتفعيل الرياضة، بما أن الرياضة هي يعني الأشياء الأساسية ولازم الصغار يمارسونها. دور جمعية الشارقة التعاونية دعم كل الحملات التثقيفية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في حملة صحة وسياحة، وذلك بوضع البوسترات التعريفية والتثقيفية للمجتمع وتوزيع حصص من الخضار والفواكه على المتسوقين. حملة صحة وسياحة وبرعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ودعمها الدائم للحملة، استطاعت أن تحقق أهدافها في بناء مجتمع سعيد ومثقف صحياً. حياكم الله مجدداً، والحديث أكثر عن حملة صحة وسياحة وأهم النتائج اللي حققتها هذه الحملة، اليوم نستضيف في استوديو أماسي الأستاذة شمسة العبدولي مدير شعبة البرامج المجتمعية. حياك الله شمسة، مساء الخير. الله يحييك، مساء النور. يا هلا ويا مرحبا، يعطيكم ألف عافية. بالتأكيد هاي الحملة ما شاء الله كل سنة، يمكن نحن من المتابعين في أماسي لحملة صحة وسياحة، وهاي الحملة طبعاً ما شاء الله كل سنة تلاقي نجاح يمكن أكبر من السنوات اللي تسبقها. خلينا نتكلم هذا العام عن هذه الحملة وشعارها الجديد 5 في اليوم، بعدين بنتكلم بالتفصيل عن الشعار، بس خلنا نعطي نبذة عن هاي الحملة. الحملة حملة صحة وسياحة لهذه السنة كانت دورتها السادسة تحت عنوان 5 في اليوم، وهي 5 حصص من الخضروات والفواكه. بحمد الله تم استقطاب ما يزيد عن 40,000 متابع للحملة من خلال وسم الحملة والحسابات المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك تم عمل ورش عمل مختلفة وفعاليات للأطفال والمشاركين في الحملة، كما تم تعريف الجمهور بأهمية وما هي 5 حصص من الخضروات والفواكه وكيفية حسابها خلال اليوم بالتعاون مع جمعية الشارقة التعاونية بمختلف أفرعها. جميل جدا. طبعا مثل ما شفنا في التقرير شمسة، كان لكم تعاون مع مراكز الناشئة، وبذلك يمكن يتبادر إلى أذهاننا أن الفئة المستهدفة هم فئة الأطفال وكذلك أيضا اليافعين، لكن طبعا أنتم تعديتوا بالتأكيد هذه الفئة بما أن في تعاون أيضا مع جمعية الشارقة التعاونية. تكلمينا شمسة عن أهم الفئات اللي استهدفتوها هاي السنة في حملة صحة وسياحة.
هي حملة صحة وسياحة، حملة مجتمعية. نعم. تستهدف جميع فئات المجتمع دون تخصيص فئة معينة. نقوم بعمل الفعاليات والبرامج المخصصة لكل فئة على حسب متطلبات كل فئة. حسب متطلبات الفئات كل فئة. مثل شو شمس؟ خلنا نعطي بس مثال. مثلا الأطفال أعتقد متطلباتهم الطريقة اللي أنا ممكن أوصل لهم فيها المعلومة أو الفائدة وايد مختلفة عن اليافعين، وايد مختلفة عن البالغين أو زوار مثلا جمعية الشارقة التعاونية. عن طريق شو بالتحديد تم يمكن توصيل المعلومات اللي حابين توصلونها الفئات الأطفال واليافعين مثلا؟ بالنسبة للأطفال تم تقديم الألعاب والورش، ورش العمل الحية، كون هذه الوسائل هي الأبسط واللي توصل المعلومة بشكل أبسط للأطفال. بالنسبة لليافعين من خلال الألعاب الحركية والمسابقات. أما بالنسبة للكبار والشباب فمن خلال الأسئلة، أسئلة تثقيفية للمشاه في الأماكن المخصصة للمشي في إمارة الشارقة اللي تكون حول الحدائق والشواطئ غالبا، وكذلك من خلال اللوح والبوسترات التي تم تعليقها في مختلف الأفرع من جمعية الشارقة التعاونية. كذلك بالإضافة تم توزيع ما يقارب 10,000 نسخة من منشورة توعوية تعرف بأهمية تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه في اليوم، وكيفية توزيع كذلك هذه الحصص خلال اليوم. بالإضافة إلى ذلك طبعا مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيديوهات المبسطة والبوستات والمقالات التوعوية، وهذه مواقع التواصل الاجتماعي طبعا تستهدف جميع الفئات، جميع فئات المجتمع بالتأكيد. واليوم ما في حد أتوقع ما يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، حتى ما شاء الله وصل لآبائنا وأمهاتنا وبعض اليدات، ما بقول كلهم، لكن في بعضهم أيضا يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، فالوصول لهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أعتقد أسهل بوايد. أنت ذكرتي شمس بداية حديثنا أن في وسم كذلك أيضا أطلق بالتزامن مع هاي الحملة، شو كان هذا الوسم؟ كيف شفتوا تفاعل الناس يمكن في هذا الوسم عبر مواقع التواصل؟ الحملة شهدت بحمد الله تفاعل كبير من قبل الجمهور، خاصة أولئك المهتمين بالتغذية السليمة وتحديدا بالخضروات والفواكه. فكذلك الحضور، كان هناك حضور لافت للفعاليات التي تم تقديمها من بالتزامن مع الحملة في مختلف الأماكن التي استهدفتها الحملة، مثل جمعيات الشارقة التعاونية ومراكز الأطفال وكذلك الناشئة. بالتحديد أنا يعني بسألك عن تفاعل مراكز الناشئة والأطفال، يوم بعد أطفالنا صاروا يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، صار عندهم كذلك أيضا انفتاح وثقافة، وكل حد يثقف نفسه. كيف شفت تفاعلهم؟ هل لاحظتوا مثلا شمسة من خلال الفعاليات والأنشطة اللي تقدم عندهم درجة وعي كافية ربما بالصحة أو فيما يخص أو ما يتعلق بالصحة العامة؟ بالنسبة للورش العمل التي تم تقديمها للأطفال، كان هناك كنا نقدم استبيان قبل الورشة وبعد الورشة لقياس مدى أثر واستفادتهم من الورش. فقبل الورشة كانت الإجابات تقريبا يعني مش كلها صحيحة، وبعد الورشة كان في تحسن في نسبة الإجابات، وأغلب إجابات الحضور والأطفال كانت يعني يكون فيها تحسن. بالنسبة للتفاعل مثل ما قلنا كان في تفاعل كبير من قبلهم، من قبل الأطفال والحضور في الورش والفعاليات. مع نهاية الحملة اليوم شمسة، طبعا يمكن أنا ذكرت في بداية حديثنا أنه ما شاء الله هاي الحملة صار لها 6 سنوات، وكل سنة نشوف في تقدم وكذلك أيضا تطور في هاي الحملة وتحقق الحقيقة العديد من الإنجازات. هاي السنة في أرقام معينة تدل على الإنجازات، شو الإنجازات اللي حققتوها من خلال هاي الحملة في هذا العام؟ مثل ما ذكرنا مسبقا أن بحمد الله تم الوصول إلى ما يزيد عن 40,000 متابع للحملة من خلال وسم الحملة، حملة صحة وسياحة لعام 2019.
بالنسبة للإجابات وقياس الوعي طرحنا أسئلة ومسابقات في مواقع التواصل الاجتماعي، كانت نسبة كبيرة من الإجابات في المسابقات والأسئلة هي إجابات صحيحة، وهذا إن دل يدل على وعي المجتمع ومعرفته بكيفية العثور على الإجابة والبحث عنها بشكل صحيح. تقريبا كانت يعني عدد الإجابات الصحيحة للسؤال الواحد ما يقارب 400 إجابة صحيحة. ما شاء الله، كم؟ 400 إجابة صحيحة. يعني هذا إن دل شيء على شيء شمس، يدل على أن ما شاء الله في المجتمع في وعي وعارفين كيف يبحثون عن الإجابات الصحيحة. في استراتيجية معينة أعتقد شمسة تتبعونها في توجيه ربما الأسئلة أو المسابقات أو حتى الفعاليات والأنشطة اللي تتناسب مع شعار الحملة، شو هاي الاستراتيجية ربما أو بعض الاستراتيجيات اللي ممكن تتبعونها حتى أن تحققون نجاح المنشود ربما من هذه الحملة؟ من خلال التنويع في الوسائل والأنشطة على أساس أن كل فئة تلاقي ما يعني يناسبها من الفعاليات والأنشطة للمشاركة في هذه الحملة والاستفادة بشكل جيد من الحملة وتحقيق أهدافها، فيتم التنويع في الأنشطة والأسئلة، نتوجه للأنشطة الحية من خلال الورش، لمواقع التواصل الاجتماعي، لمثل هذه الأنشطة يعني. طبعا احنا ايضا شمسة من خلال منصتنا بالتأكيد هدفنا هو ايضا توعية افراد المجتمع، بما نحن اليوم نتحدث عن حملة الهدف منها توعية الجمهور بخصوص الصحة العامة، خلينا نتكلم عن شعار هذه الحملة. الشعار يقول 5 في اليوم، ويمكن في التقرير سمعنا وكذلك ايضا من خلال حديثك شمسة عرفنا ان 5 المقصود فيها 5 حصص من الفواكه والخضار، لكن شو المقصود بالتحديد من 5 وكيف ممكن ان يعني ندخلها في وجباتنا الصحية كل يوم؟ اولا هي 5 في اليوم او 5 a day هي حملة عالمية، لو قلت لك 5 في اليوم تتوقعين يكونون 5 فواكه و5 خضروات ولا المجموع يكون 5؟ والله تعرفين انا اول ما سمعت 5 توقعت انه يكون 5 وجبات، بما اليوم العالم صار يتجه إلى ما بس 3 وجبات، لا يقولك تقسيم الوجبات إلى 5 وجبات هو أفضل. فهذا اللي في بالي حقيقة، أبدا ما في بالي أنه 5 فواكه أو 5 حصص عفوا من الفواكه أو الخضار، لكن هذا شيء جميل جدا. بس أتوقع التنويع، أنا في الخمسة هي عبارة عن 3 حصص من الخضروات وحصتين من الفواكه. ليش 3 من الخضروات وهنتين من الفواكه؟ بالضبط. ليش الخضروات؟ لأن هالأسئلة وايد تتكرر. ليش الخضروات تكون أكثر من الفواكه؟ السبب العام يعني لأن الخضروات الحصة الواحدة من الخضروات فيها 25 سعرة حرارية، صحيح. بينما الحصة الواحدة من الفواكه فيها 60 سعرة حرارية وفيها بعد نسبة سكر أعلى، فبالتالي هذا السبب الرئيسي ليش الخضروات أكثر عن الفواكه. أعتقد شمسة بعد ما بقطع حديثك أن في أوقات معينة بالنسبة للفواكه أو أخذ حصص الفواكه في اليوم، صحيح أنه مفروض نأخذ حصتين لكن أعتقد ما لازم ما تكون في وقت متأخر من الليل لأن نسبة السكر فيها عالية، صحيح الكلام شمسة؟ هو مش يعني مو 100%، فالفاكهتين أحسن نخليهم السناكات اللي بين الفطور والغداء، ناخذ سناك فاكهة وبين الغداء والعشاء بعد سناك فاكهة بيكون ممتاز، والخضروات نقدر نقسمهم على 3 وجبات بنكون نحن شي بسهولة استهلكنا 5 حصص من الخضروات والفواكه. زين شمسة، يمكن في ناس اللي يتابعونا اليوم قلت 5 حصص من الخضروات أو 3 حصص من الخضروات يعني بيجيب طبق من الخضروات، وما شاء الله نحن عندنا اليوم السلطات صار فيها تنوع، السلطة يدخل فيها كربوهيدرات، يدخل فيها بروتين، يدخل فيها أنواع مختلفة من الصوص يمكن أو الدريسنج مثل ما نسميه، وفي زيوت وفي مايونيز. هذه تنجلب ما تستوي سلطة، تستوي شيء ثاني. تستوي شيء ثاني ما لها علاقة يمكن بحصة الخضروات، تستوي حصة ما شاء الله من كل شيء. الآن أنا كيف أحسب؟ في ناس وايد ممكن تتساءل أنا كيف أحسب أن هذه الحصة هي حصة واحدة من بالضبط فيها ممكن تكون مناسبة لي أنا أو حصة واحدة؟ إنزين بشكل مبسط خلينا نقول نقدر نقول 80 جرام من الخضروات أو الفواكه هاي يعتبر حصة بشكل 80 عام. 80 جرام يعني
خلنا نقول هاي شوي نوعين ممكن من تكون الفواكه. هاي شوي ممكن واحد تكون نوع واحد هي. هاي ممكن تكون شوي تحير بس بشكل عام يحسبونها الكوب الواحد من الخضروات الطازجة، نصف كوب من الخضروات المطبوخة، وبالنسبة للعصائر نصف كوب. ليش الخضروات الغير مطبوخة أو الطازجة كوب؟ وليش اليوم تنطبخ تستوي نصف كوب؟ لأن بطبيعة الحال نحن يوم نطبخ الخضروات شيء طبيعي أن حجمها بيقل، فنفس الكمية بس الحجم بيكون أقل، لذلك تقل إلى نصف كوب الخضروات المطبوخة. والعصائر شمسة يعني يمكن حتى في الكثير من أخصائيين تغذية ينصحون بالفاكهة نفسها بدل من عصيرها، ينطبق ذلك يمكن حتى على البرتقال على سبيل المثال، لأن الفاكهة نفسها فيها ألياف وغيرها من الفوائد اللي يمكن يستفيد منها الجسم، العصير تلغى منه طبعا كثير من فوائد الفاكهة نفسها. أنت مع ولا ضد في هاي الحالة؟ مع طبعا، لأن الفاكهة نفسها مع القشرة وهالأشياء يكون فيها نسبة ألياف غذائية أعلى من ما أنا من ما إذا أنا جيت وعصرتها. يوم تعصرين الفاكهة نسبة السكر تكون أعلى في العصير، بينما الفاكهة مع القشور وهذا يكون فيها نسبة ألياف غذائية أكثر، فإذا شفنا الأفيد الفاكهة نفسها بتكون أفيد عن أكثر العصير. فائدة بالتأكيد من العصير بوايد. في ناس ممكن يتابعونا اليوم شمسة ويتسألون زي شو أهمية أن أنا أدخل 5 حصص، 3 حصص من الخضروات وحصتين من الفواكه كل يوم، أنا شو بستفيد؟ المنظمات العالمية أوصت بتناول 5 حصص على الأقل من الخضروات والفواكه لما لها من فوائد عديدة على جسم الإنسان وصحته. فأولا هي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن وكل هالأشياء تساعد في الوقاية من الأمراض مثل أمراض القلب وأمراض الكوليسترول والسكر وزيادة الوزن والسمنة. فعنا نحن الوقاية مثل ما نعرف خير من العلاج. إذا أنا اهتميت بطبيعة غذائي وكان غذائي سليم راح أساعد نفسي في الوقاية من الكثير من الأمراض مثل الأمراض اللي ذكرناها. كذلك الخضروات والفواكه للي حابين يخسرون وزن تحتوي على الألياف الغذائية، فيها نسبة عالية من هذه الألياف، فتخلي الشخص يوم يأكلها يحس بالشبع لفترة أطول من ما إذا تناول الكربوهيدرات البسيطة. بالإضافة أنا يعني دائما أسمع شمس أن الخضروات تحسن عملية الهضم بالضبط أو الأيض، عملية الأيض يعني تسرع من عملية الأيض وتحسن عملية الهضم، بالتالي بالفعل يعني ما تتراكم الخلايا الدهنية. معلوماتي صحيحة لي شمسة؟ لا بالضبط، معلوماتي صحيحة، وبعد نسبة الكالوريز فيها أكثر. فخلنا نقول إذا الشخص كان يبغي يأكل 100 سعرة، 100 سعرة متمثلة في قطعة شوكولات خلنا نقول هالكبر، بينما إذا يعني بيأكلها من الخضروات والفواكه يقدر يأكل 4 حصص من الخضروات من الخضروات، 25 لكل حصة. يعني كمية كبيرة ممكن يعني تؤدي إلى الشبع، وكذلك ونفس أيضا في السعرات. بالضبط، في نفس الوقت هو يعني سعراتها الحرارية جدا جدا قليلة. قبل أن نختم هذا اللقاء شمسة، حابين نتعرف على فعالياتكم القادمة. نحن نعرف طبعا أن إدارة التثقيف الصحي ما شاء الله طوال العام في نشاط مستمر، طوال العام في حملات، في كذلك أيضا العديد من الأنشطة والفعاليات. الفترة القادمة بإذن الله شو بتكون أو تشمل ماذا من الفعاليات؟ بإذن الله راح يكون في برنامج المدارس الصحية، وهو أحد برامج منظمة الصحة العالمية. اللي تهدف إلى توحيد الجهود لتكون بيئة المدرسة بيئة صحية وداعمة للطلاب من الناحية الصحية. كذلك عندنا سنكمل برنامج وازن، تم الانتهاء من المرحلة الأولى واللي كانت المسح الصحي لموظفين حكومة الشارجة. الحين إن شاء الله نعمل على المرحلة الثانية، راح يكون عندنا بإذن الله ندوة بتاريخ 23، سنكشف عن تفاصيلها إن شاء الله لاحقا. بالإضافة إلى ذلك سيكون عندنا الفعاليات القائمة المعتادة مثل ورش العمل للأطفال وفي المدارس، ومعرض التوعية الطلابي بإذن الله يشمل الفحوصات والبرامج التوعوية للطلاب بإذن الله. ممن يعطيكم ألف عافية بالتأكيد شمسة، يعني ما شاء الله دائما إدارة التثقيف الصحي إدارة ما شاء الله نشطة
مثل ما ذكرنا يمكن طوال العام في كافة الفعاليات اللي تقدم الحقيقة لكافة فئات المجتمع. شكرا لك وعلى وجودك ويانا شمس العبدولي مدير شعبة البرامج المجتمعية بالإدارة. شكرا لك. العفو، شكرا لكم الاستضافة الطيبة. العفو.